جامع الدولاب تأسس كبداية في سنة 1962، وكان بناء الجامع من الطين والخشب. طبعاً هذا مكان جامع الدولاب، تأسس سنة 1962، وكان بناؤه من الطين والخشب، جريد النخل. بعدها تعرضت هذه القرية للغرق سنة 1967-1968 بسبب قربها من نهر الفرات. بعدها انهار الجامع بسبب الغرق، ثم تحول إلى منطقة أعلى بعيدة عن النهر، اللي موجود حالياً هو جامع الدولاب حالياً، الذي تأسس سنة 1972. كان أيضاً في هذا الجامع الخطيب هو الحاج عبد الكريم سعود رحمه الله تعالى. أيضاً في افتتاح الجامع هذا، كان الذي افتتح هذا الجامع هو الشيخ صبح الهيتي، وكان عنده عدة خطب في هذا الجامع. نعم، بعدها تحول الجامع بسبب الغرق إلى منطقة أعلى من هذا، أبعد عن النهر. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة أولاً بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار الصالحين. وكان الخطيب فيه الحاج عبد الكريم سعود رحمه الله تعالى،
كان في آنذاك، وقد افتتح الجامع آنذاك الشيخ صبح الهيتي رحمه الله عز وجل. بعدها بقى من الزمن الحاج عبد الكريم سعود خطيباً في الجامع. بعدها أتى الملة عبد الله فتحي، أيضاً بقى فترة من الزمن. تعرض الجامع للغرق آنذاك، مما أدى إلى انهيار الجامع بالكامل. ثم بعدها تغير مكان الجامع من الجهة المحاذية للنهر إلى منطقة أعلى اللي هاي إحنا هسه قاعدين بها، جامع الدولاب سنة 1972، حيث كان للشيخ عبد الرزاق حبيب ياس الدور الكبير في تأسيس هذا الجامع كبداية، وكان بناؤه من الجص والحجر. بعد الشيخ بعد الملا عبد الله فتحي كان أتى توالى إلينا الخطباء من مدينة هيت كأمثال الشيخ إسماعيل عبد الرزاق وأمثال الشيخ رغدان وأمثال الشيخ رافد والشيخ معاذ والشيخ عمار إلى غيره من الخطباء، وكان لهؤلاء الخطباء دور كبير في هذا المسجد من دروس الوعظ ودورات تحفيظ القرآن الكريم. في منطقة الدولاب، في قرية الدولاب الأم اللي تعتبر اسم المنطقة كلها باسم هذه القرية، قرية الدولاب، وهذا المسجد في داخل هذه القرية. وأنتم تلاحظون المسجد باع بقية المباني الحكومية، هاي المدارس الثانوية، ثانوية البنات، ثانوية الولد، هاي الابتدائيات، وهذا المركز الصحي الرئيسي في الدولاب، وهذا المركز الصحي مركز لكل الدولاب، يعني كل المنطقة وليس لقرية الدولاب فقط. وإضافة إلى هذه الامتداد المناطق والمحلات الأخرى. هذا المسجد قديم كان في ضفة النهر الأسفل القرية في عام 1960 من القرن الماضي، وبعد ذلك تتالت الأحداث بعد الفيضانات ونقلت الناس إلى المنطقة العليا من النهر، فبني المسجد في هذه المنطقة في السبعينات من القرن الماضي. وبعد ذلك بالأحداث اللي صارت بعد عام 2015 و14 أحداث الداعش، هدم المسجد القديم وبني هذا المسجد بالتشبث مع المتبرعين. نذكر دور الآخرين والأخوة الدكتور خالد عبد الرزاق. هذا البناء القديم اللي انت تلاحظه، هذا آثار البناء المسجد القديم الذي هدم في زمن داعش. فإحنا بجهودنا قبل أن يبنى هذا الصرح الكبير مسجدنا الحالي، حاولنا أنه نرمم هذه البناية الصغيرة من أجل أن تقام الصلاة به كل جمعة. فكان هذا مسجد المنطقة لأكثر من 5 أعوام هذا المسجد. فحاولنا أيضا، قلنا أحسن ما يبقى هذا المكان متروك وما أريد نخلي مكان العبث، وهذا جمعنا من أهل المنطقة تبرعات من أجل أن نشتري كراسي مقاعد يعني وطبلات وإنارة وإلى آخره وبردات لإكمال المسجد، تكون قاعة تجمع الناس أثناء المناسبات الرسمية، يعني مناسبات
والمآتم والأفراح وغيرها في المنطقة، يعني أكثر ما يبقى هذا. ونحاول أيضاً إحنا جاهدين من خلال وفدكم الإعلام الطيب وقناتكم الفضائية أنه كملون هذه القاعة بشكل صحيح ومرتب ولطيف. ناشد المحافظة اللي هي تعتبر المسؤولة الأولى عن إكمال خدمات المواطنين في محافظة الأنبار، محافظة الأنبار المحافظة العريقة الطيبة التي يسمع صدى صوتها من بعيد ولها أثر في التاريخ القديم، فقد بنيت في أيام الزمان الماضي من أجل أن تكون مركز لانطلاق الجيوش الإسلامية تحرير المنطقة من الظلم والطغيان. والآن نحاول أن تكون هذه المحافظة محافظة نيرة لتنير الطريق أمام الآخرين والأجيال القادمة بالبناء والإعمار والتقدم، وتساهم في رفاهية المجتمع ومن أجل تقديم الخدمات لكافة المواطنين. بعد هذه الفترة توسعت المنطقة وكثر الناس فيها، وتوسع الجامع من الجهة الشرقية، الجامع القديم توسع من الجهة الشرقية بسبب كثرة الناس وكثرة المصلين. بعد ذلك تعرض الجامع إلى تفجير أحد السيارات المفخخة في هذا الجامع، مما أدى إلى انهيار بعض أجزائه. قام أهالي المنطقة جزاهم الله خيراً بالتبرع وجمع التبرعات لإعادة ترميم الجامع، لكن الجامع مع ترميمه بقى الجامع صغير لا يتسع لأعداد الناس، مما هيأ الله عز وجل بعدها إلى متبرع. قام هذا المتبرع ببناء هذا الصرح الكبير اللي تشوفوه أمامكم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. قام أهالي المنطقة أيضاً بجمع التبرعات لإنشاء هذه المنارة التي أمامكم بجهود من أهالي المنطقة، فجزاهم الله خير الجزاء. سابقاً كانت دورات تعليم القرآن موجودة، وكان مدرسين موجودين متوالين، ودورات موسمية صيفية، لكن هذه الدورات اليوم لا توجد دورات بسبب يعني من جائحة كورونا وجاي ما بقى الدورات. الناس حاليا لا يوجد دورات، لكن قبل موجودة. لكن اليوم نحن نعمل إن شاء الله على فتح دورات في المستقبل. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله تعالى سنقوم بفتح دورة في العطلة الصيفية للبراعم إن شاء الله. في العطلة الصيفية سنفتح هذه الدورة ولتحفيظ كتاب الله عز وجل، وأيضاً سنفتح دورة لمن يريد أن يتعلم أحكام التلاوة. عدد المصلين هذا الجامع كداخله يتسع إلى 850 شخص، لكن اليوم يعني أكثر من 550 إلى 600 مصلي، يعني هاي خاصة في الجمعة يعني. أما في صلاة التراويح العدد ما شاء الله كثير يعني. هذا المسجد بناؤه 480 متر مربع، 480 متر مربع، من ضمن هذه الشرفة أو هذه الطرمة الخارجية. وهذا ما تلاحظون، كل ما تلاحظونه داخل هذا المسجد هو تبرع،